نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه عن الشيطان أنه قال صدقك وهو كذوب، هل صحيح أن في هذا دليل على جواز ما يسمى بمنهج الموازنات؟ كيف الموازنات؟ من الإجابة الموازنات هذا الاصطلاح المحدث ما سمعناه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.